يا لهوي يا لهوي على البرد اللي احنا فيه، مالها بردت كده ليه تاني؟ محدش فاهم. بس مدام شهر 3 جه، يعني حلقه افضل لعيبه لبسوا رقم 3 عبر تاريخ كره القدم. ماليش حجه مدام وصلت الحلقه اللي فاتت زي ما اتحديت الرزيعه، ودائما افضل رزيعه في الدنيا، وصلت الحلقه ل 20,000 لايك. ارجع شوف افضل لعيبه لبسوا رقم 2 عبر التاريخ قدامك في الحلقه دي، قدامك في الحلقه دي، قدامك في الديسكربشن. اما اليوم فهننتقل من اللعيبه اللي كانت بتلعب ناحيه رايت باك او الظهير اليمين الدفاعي الى عكسه الناحية التانية، ورقم 3 اللي بيتميز على طول لما تفكر فيه في مخك الى ابرز لعيبة لعبت ليفت باك او ظهير دفاعي اشول. فلو كنت فاكر رزيع ان الليستة بتاعة الحلقة اللي فاتت كانت قوية جدا، فما بالك بليستة رقم 3 اللي وانا بحضرها اكتشفت انها اقوى بكتير. فمن غير رغي كتير تعالوا على طول نخش على القايمة. ولكن قبل ما ابدأ لازم انوه تنويه ان الليستة دي يا جماعة بصراحة بناء على رغبتي انا، يعني قعدت افكر هل دول الافضل في التاريخ، هل دول الاحلى مثلا، هل دول الاشول. لا، هم اللي انا اول ما بقول رقم 3 بفتكرهم في مخي بصراحه، وما دام انا افتكرتهم في مخي يبقى هم الافضل بقى. بغض النظر انا عاجبني حماسكم على الافكار اللي بنقدمها، اعملوا لايكات يا جماعه، تعالوا نوصل الحلقه دي ل 23 بقى ما دام رقم 3 في الحلقه دي، وكل شهر نزود 1000 كده. اظن طلباتي بسيطه، انت وزوجكم عايزين توصلوا 24 25 دي ترجع لكم. لكن المهم عندي انك تفتح تباتك وتخليك جاهز لان الحلقات قادمة وبقوة. الأسبوع اللي جاي تابعنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، تيك توك، موجودين في كل حتة، كله هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. ده صح المرة دي. وكالعادة الراعي الرسمي دائما وأبدا في كل حلقاتنا، حتى اليوم في حلقات التوب 10 موجود هو ريكسونا. بس كده، فيلا نشوف اللعيبة رقم 3. الرقصه دي اسمها الرقصه الثلاثيه، حاسه اللي هي كانت لازم نشغل محمد منير في الرقصه دي اللي هي دي بقى معروف. اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده من حلقات رزع التوب 10 وحلقات رزع اوروبا والحلقات الجميله دي، مش عارف دي حلقه ايه بصراحه، بس هي السلسله اللي احنا عملناها. ونبتدي على طول الليسته برقم ثلاثات الجامدين قوي. رقم 10 ياتي في هذه القايمه وهو لاعب انا ما كنتش عايز احطه، حتى تلاقيني يعني حاطه رقم 10 كده عافيه، بس انجازاته وتاريخه وارقامه ما ينفعش ما تخلينيش او ما ينفعش ما تخلينيش افتكر اول ما اقول رقم 3 افتكر الانجليزي الابرز اشلي كول. اشلي كول اللي الحقيقه ممكن انبسط بجزء من حياته في ارسنال برقم 3، ولكن مش هنبسط قوي برقم 3 لما انتقل الى نادي تشيلسي. لبس 3 ايضا في روما، الدنيا مسخرته شويه ب 26 في ديربي كاونتي وب 16 مع كريستال بالاس، ولكن الراجل ده بنى اسمه برقم 3 سواء مع الانديه اللي نجح فيها او مع منتخب انجلترا. فاشلي كول العظيم اللي ابتدى مع نادي ارسنال سواء يعني بالجيل الذهبي للجيل الانفينسيبل، الراجل اللي كسب معانا الدبل، كسب معانا بطولات دوري، وكسب معانا 3 اف اي كاب، وصل معانا تشامبيونز ليج فاينل، ما كانش فيه زيه قصه الواد اشلي كول ده. حتى لما خزوقنا في جلس من تشيلسي وعملوا الصفقه التبادل دي وراح هناك، قال لك بقى ايه، اصل اشلي كول ده تاريخه في تشيلسي ما كانش دوري يا عم كسبه مع تشيلسي يعني، واربعه اف اي كاب خلاه اكتر لاعب في التاريخ بيكسب الاف اي كاب، بسبعه اف اي كاب، اربعه مع تشيلسي وثلاثه معانا، وكسب تشامبيونز ليج 2012 ويوروبا ليج، واصبح هو وانيلكا اللاعبين الوحيدين اللي بيكسبوا الدبل او الثنائيه في انجلترا مع ناديين مختلفين وهم ارسنال وتشيلسي. اشلي كول حتى على الاطار المحلي فكان مفيش بديل ليه مع منتخب انجلترا، فبتتكلم على كاسات عالم 2002 متواجد هو الباك ليفت، 2006 متواجد، 2010 ايضا متواجد، بتتكلم في يوروهات من 2004 ل 2012 ايضا الراجل ده بيكون هو الباك ليفت الاساسي برقم 3 محفور في ذهنك. فباكثر من 100 مشاركه مع منتخب انجلترا بالنجاحات الكبيره اللي عملها هذا اللاعب اشلي كول عبر تاريخه لازم يكون معانا في القايمه. اقفل بقى السيره دي، اقفل بقى السيره دي، حبوش. رقم 9 ياتي الحصان البرازيلي الدبابه الدفاعيه لوسيو. فاكرين لوسيو؟ يمكن الجيل الجديد ما يفتكروش، ولكن الجيل اللي في سني عارف مدى قدرات المدافع الذهبي ده. فلوسيو اللي يعني بدا انجازاته، يعني سيبك من فقرته في البرازيل، ولكن عرفناه كلنا مع بايرن ليفركوزن في الجيل الذهبي اللي قدر يوصل المباراه النهائيه امام ريال مدريد. ففي موسم 2001 2002 لو تفتكر بعد الريمونتا
ريمونتادا اللي عملها ريال مدريد وقدرت ترجع. باير ليفركوزن كانت متقدمه بهدف كان من احرزه هو لوسيو، فبيخطفوا على طول من باير ليفركوزن. هيكون مين يعني هو غير الحرامي الالماني الكبير بايرن ميونخ، بيلعب معاهم وبيحقق 3 دوري في 3 كاس، حتى ياتي لويس فان خال ويقول له مالكش مكان هنا، انت ما بتعرفش تلعب كوره. فيروح الانتر يغضب ويصيح ويفوز بالثلاثيه مع مورينيو امام مين؟ امام البايرن في النهائي عشان ينتقم منهم. مش بس كده، ده بجانب شخصيته الكبيره وكونه كابتن لبعض الانديه اللي لعب فيها كتير ومنها اوقات كان في البرازيل كمان، الا ان هو واحد من المتواجدين بكاس العالم مع البرازيل في 2002 كان صغير جدا. بجانب 2005 كاس قارات، ب 2009 كاس قارات تاني. فلوسيو اكيد لو كنت نسيته انا مش هنساه، لوسيو اللي فعلا كان حابب رقم 3 سواء مع باير ليفركوزن، ابتدى ب 19 ثم حول خد رقم 2 الى ان تثبت نفسه مع رقم 3، راح البايرن لبس 3 برضه. اما انجازه الكبير في الانتر للاسف كان برقم 6، ولكن حتى لما رجع ساو باولو في البرازيل خد 3، راح بالميراس خد 33 لحد اما 3 فضي وخد 3 برضه. الراجل اعتزل في الهند في فريق اسمه نادي جوا، يعني كان واخد 3 برضه، فعشقك ل 3 يخليك بالتاكيد يا عم لوسيو بتاريخك بانجازاتك معانا في القايمه. رقم 8، رقم 8 بيكيه. احنا هنزعل جمهور برشلونه قوي الحلقه دي، وهنزعل جمهور برضه يعني ريال مدريد معانا في الحلقه، ولكن شئت او ابيت فبيكيه كان واحد من الناس اللي مستحيل تفكر في 3 وما تفكرش فيهم. بيكيه من الناس اللي هو حظه حلو في الحياه يا جماعه، الراجل يعني ما خدش 3 في مانشستر، ولكن اتدرب مع السير واتدرب مع رونالدو وين روني وكسب الشامبيونز ليج في 2008. راح برشلونه مع بدايه بقى جيل جوارديولا وكسب كل البطولات اللي انت عارفها على طول، كان من اللعيبه الوحيده قوي في العالم، هم 3 كمان اللي كسبوا دوري ابطال اوروبا ب 2008، بعدها بسنه يكسب مع نادي مختلف تاني دوري ابطال اوروبا مع عظمه جوارديولا. تقول لي طب قول لي يا سري في النص كده مين التلات لعيبه اللي عملوها قبل كده؟ اقول لك ديسايه، واقول لك سامويل ايتو، واقول لك اللاعب سوسا، دول التلات لعيبه اللي فازوا بالانجاز ده مع بيكيه. اما عن بيكيه نفسه فمن ساعه رجوعه الى البارسا وهو مثبت في رقم 3 حتى وقتنا هذا، سواء يعني في البارسا او على مسار تجربته في منتخب اسبانيا عبر تاريخها كله. ومتجوز شاكيرا وفاز بالسداسيه وفاز بدوري الابطال وفاز بكاس عالم وفاز بيورو ولعب مع ميسي وعمل اعلانات وعمل فلوس، يكفي ان بره الكوره عنده يعني شركه راكوتين هو الفاوندر بتاعها اللي كانت سبونسرد لبرشلونه في جزء من حياتها كبير قوي. ففوق ال 100 مباراه مع منتخب اسبانيا برقم 3، فوق ال 387 مباراه مع برشلونه برقم 3، والرقم مفتوح للزياده، ما يا مش تيجي عليا انا ما احطكش يا بيكيه ويبقى حظك حلو معانا في الحلقه. رقم 7، ياتي الاسطوره الحيه الايطاليه صاحب الجرينتا الجباره والصوت الاوفر والحركات يعني الخزعبليه في اليورو الاخير، وهو كليني. كليني اللي معودنا على الرجوله وعلى الكابيتان وعلى الحلاوه وعلى رقم 3 ايضا، فسواء اتكلمت على انجازاته مع نادي اليوفي فهو رقم 3 الاصلي عبر التاريخ. الراجل ده من ساعه لما دخل النادي وهو متحفظ برقمه حتى الان، فمن 2005 لما بدا تاريخه قبل يعني تجارب بسيطه جدا كانت في الانديه السابقه ايضا في ايطاليا سواء ليفورنو او سواء فيورنتينا، ثم كون واحد من اساطير الدفاع في العالم كله. ده مش بس كده، ده من الجيل اللي اتكافئ كمان على مجهوداته مع منتخب ايطاليا عبر تاريخه ان هو ما فاز ولا حاجه، قدر ان هو يفوز كمان باليورو الاخير 2020 في انجلترا. كليني اللي جمهور اليوفي بيعشقه حتى الان، مش بس عشان صلابته الدفاعيه بل عشان اختياره للوفاء في وقت يعني الوفاء ما كانش موجود، وقت معظم لعيبه اليوفي بعتها في فضيحه الكالتشيبولو في 2006، ولكن فضل كليني البقاء وفازوا بالدوري الدرجه الثانيه في ايطاليا وطلع معاهم وحتى الان بيفوز بالدوريات. كليني اللي عنده رقم تاريخي بالفوز بتسع بطولات متتاليه في الدوري الايطالي، محدش كان اعلى منه من 2012 حتى 2020. يمكن ما يكونش من اللاعبين الباك ليفت، ولكن ايضا يعني عدى على المكان ده كتير بيعرف يلعبه، ولكن السنتر باك المتين كليني اكيد رقم 7 لو ما كناش ظالمينه كمان في الليسته شويه. رقم 6، كيبلر لورين ديليما فيريرا. تقول لي ايه الهطل ده موريسيو؟ اقول لك بيبي، عرفته كده، هو كان ده اسمه الحقيقي وبيبي ده اسمه مستعار. هذا المدافع المجنون وائل جمعه اوروبا، الراجل اللي كان صخره في قلب الدفاع، الراجل اللي عرفته سواء في بورتو او في ريال مدريد بانجازه الكبير. سيبك من تجاربه في الاول مع ماريتمو، سيبك في تجاربه في الاخر مع بشكتاش التركي، ولكن ركز لي على ريال مدريد وبورتو، الراجل ده بالتاكيد حفر نفسه في التاريخ. كفايه ان هو بيلعب لحد دلوقتي وعنده 39 سنه داخل على 40 عام وبيلعب في دوري الابطال كل موسم، وبنشوفه في النسخه اللي فاتت بيعقد دفاعات ريال مدريد وبيعمل ماتشات كبيره قوي. بيبي اللي عنده
اكتر من 334 مباراة، عنده 3 دوري ابطال، عنده 3 دوري برتغالي، وعنده 3 لليجا مع ريال مدريد، عنده 2 كاس برتغالي و2 كاس اسباني. مش بس كده، ده مشارك كمان مع البرتغال في كاسات العالم اللي انت بتشوفها كلها على طول فاكرينه بالرقم 3 بيبي. 123 مباراة توجها ايضا هذا المدافع الغبي الصخرة العنيف جدا باليورو في 2016 مع المنتخب البرتغالي. بيبي يا جماعة بصلعته من 2001 حتى وقتنا في 2022 مازال موجود، ساعات بيطلع له شعر ولكن قرعته الدائمة، اداؤه الدائم العنيف، كروته الحمراء المعروفة يخليه بالتأكيد موجود معانا ايضا هنا في القائمة. خش بقى على التوب 5 وابتدي علي من الليستة وعلي من طموحاتك في الحلقة. اقولك رقم 5 برغم كرهي ليه ايضا، برغم عداوتي الشديدة مع كل فرخ عدت على البرنامج، ولكن اكيد جارث بيل لازم يكون موجود. تقولي جارث بيل يا عم ده 11 يا عم في ريال مدريد ودوري الابطال اللي جابه ب 11 وكل انجاز جابه ب 11، ده حتى لما يعني كبر مع ويلز ووصلوا سيمي فاينل في اليورو وكان شايل هو الشارة وكان احسن لاعب كان 11 برضه. اقولك اه ما انا جارث بيل اللي معايا في الحلقة يعني عارف اللي هو كروت الالتيميت من 2011 حتى 2013، او يا سيدي افتحها من 2007 حتى 2013 يا سيدي لحظة دخوله توتنهام طبعا من نادي ساوثهامبتون بعد ما كان بيلعب هناك وبرز موهبته كلاعب ويلزي، بيشتري نادي توتنهام وبيتفاجئ بامكانيات لاعب كبيرة جدا. جارث بيل اللي ابتدى حياته كليفت باك طبيعي رقم 3 اللي هو واخده واحدة واحدة لحد ما بيتقدم يبقى وينج شمال خالص، لاعب هجومي وبينفجر في الدوري الانجليزي كان مع ادنى لا شك. جارث بيل برقم 3 هو افضل لاعب في الدوري الانجليزي لمدة سنتين بالجايزة، او لو مش بالجايزة فانت عارف ان هو الخطر الوحيد في فريق توتنهام. جارث بيل اللي كان بيجيب لك برجله الشمال اي شوطة من اي حتة تفتح له فيها زاوية، فولات تلاقي، كورنرات تلاقي، تصويبات تلاقي، راس تلاقي، لحد اما ريال مدريد نفسها قررت انها تكسر كل الارقام القياسية وتروح تمضي مع هذا اللاعب بمبلغ يقدر 110 مليون يورو، وده كان الحد الاقصى والرقم التاريخي لكسر صفقات في ريال مدريد وفي العالم. ملناش دعوه بفكره ريال مدريد، ولكن انا بكلمك في فكره رقم 3 في الدوري الانجليزي كان من افضل اللعيبه اللي شفتها عبر حياتي بالفورمه بتاعته. رقم 4 اي لاف ذيس مان باتريك إفرا، هذا اللاعب اللي دلوقتي لو مش متابعه على انستغرام فانت فايتك كتير قوي قوي قوي. الراجل بعد ما تحول من لاعب يعني قيادي ولاعب راجل ولاعب سريع ولاعب يعني تحس ان هو في كل المواصفات للاعب المنضبط الى سوشيال ميديا كوميديان انفلونسر بيموتني بالضحك يا جماعه. الراجل ده اللي بيطلع في فيديوهاته الساخره دائما على انستغرام يقعد يهزر ويقعد يهرتل على اللعيبه وعلى مواقف كره القدم ويلبس خليجي ويسافر وترافلر، قريب جدا هينافسنا على اليوتيوب، ولكن انجازه كلاعب ما ينفعش تنساه بالهطل اللي بيعمله الراجل ده. فاللاعب اللي عنده اصول سنغاليه ولكن مع الجنسيه الفرنسيه اللي برع في فرنسا من اوائل حياته، كان معروف ان اللاعب ده يا جماعه هو افضل لاعب في فرنسا شاب، سواء تجربته الصغيره مع نيس ثم مونوكو بتلقطه على طول للنادي الفرنسي اللي بيوصل ساعتها الى نهائي دوري الابطال امام مورينيو بورتو وبيخسر، ولكن الجيل اللي بيتخطف منه كام لاعب ده إفرا كان منهم. فبعد نهايه 2004 السير بيقول هو ده اللي كان ناقصني يلعب ليفت باك، وفعلا بيصبح واحد من الاعمده الرئيسيه للسير وجيل اليونايتد الذهبي. مش بس كده، الراجل كمان كان بيبقى كابتن لفريق مانشستر يونايتد على المستوى الدولي، فهو قائد لمنتخب فرنسا ايضا في بعض فقراته. الراجل لو بصيت على تاريخه فهتلاقي 5 دوري ابطال، 1 تشامبيونز ليج، بتتكلم على دوريات وكاسات في ايطاليا مع اليوفي. عارف ان في ناس هتختلف وتقول لي يا عم اشلي كول كان احسن منه، اقول لك يا سيدي انا بحب إفرا اعمل ايه، انا بحب الراجل ده عشان كده حطيته رقم 4، وبصراحه بشوفه من افضل اللعيبه اللي عد برقم 3 في التاريخ. ورقم 3 ورقم 3 ده لازم يبقى مميز في الحلقه بتاعه 3، عشان كده قررت انه اكسر كل القواعد، وبحب جدا زي الحلقه اللي فاتت كده اللي شاطر يقول لي كان مين المهاجم المميز في الليسته بتاعت رقم 2، فياتي في لستتنا اليوم المهاجم الغاني الافريقي اساموا جيان، او جيان اساموا هم كانوا بيسموه كده وكده، يعني انت حر بقى العب معاه براحتك. المهاجم اللي كنت بحبه جدا واللي كنت شايفه مزاج عالي، انا عايز 3 يا جماعه، في حد مهاجم لعب بالثلاثه قبل كده؟ ما يهمنيش، هتقولي اي تيشرت من جوه، انا عايز العب كوره، انا عايز اعمل احتفالاتي الجميله المعروفه. الراجل اللي ممكن ما تكونش سمعت عنه قوي يعني في تجاربه الاوروبيه، الراجل كان بيلعب في غانا وبعد كده لعب شويه في ايطاليا في اودونيس
التونيزي، ثم ذهب الى رينس، ولكن نجاحه مع المنتخب الغاني هو اللي خلى اضواءه تعلى جدا. فب 51 مباراة مع المنتخب الغاني على طول هذا الرجل كان متواجد في صفوف منتخب الغاني القوي جدا، كمان كان كابتن للفريق. فالراجل بيلعب معاهم 3 كاس عالم، بيسجل 6 اهداف عشان يكون الافريقي الاكثر عبر التاريخ تسجيلا لاهداف في كاس العالم. الراجل بيلعب 7 امم افريقيا، ويا عيني بيفوز بولا واحده، خسر منهم 2 في النهائي في 2010 وفي 2015، ولكن تجاربه دي بتديله فرصه ان هو ينتقل الى الدوري الانجليزي. وبنشوفه ايضا بيسجل اهداف ما كانتش بطله جدا على فريق ساندرلاند اللي كان بيعتمد على هذا الراجل حتى احتاجوا الفلوس، وتقدم العين بعرض اماراتي. الراجل راح اعاره وقعد يكسر في الاهداف هناك، ورجع لهم البطولات تاني مره اخرى للدوري الاماراتي، واشتروه والدنيا لعبت معاه حتى رجوعه مطرح ما بدا الى الدوري الغاني مره اخرى. ولكن رقم 3 مستحيل يتشال من مخك لما تقول مهاجم افريقي او اي مهاجم حتى لبس رقم 3 وكان مكسر الدنيا. فاكر انت ايام جهان في كاس العالم وماتش الاوروغواي والبينالتي والحركات والتعاطف؟ كان كل افريقيا متعاطفه مع هذا الجيل. رقم 2 تقال قوي قدام يا جماعه، احتراما اليوم بفكر اقف، مش بس انا يعني، الراجل اللي بقول لك عليه ده رقم 3 اتشال لما هو اعتزل، مالديني. يعني الميلان شال رقم 3، يعني احب انا اوصف لك لاعب مهم برقم 3 اكتر من كده؟ مالديني يا جماعه يعني مش محتاج اقول لك بقى افضل مدافع في العالم وفي التاريخ ومن المصنفين انهم يعني في الحته دي ما جاش زيه قبل كده. مالديني اللي لو قلت يعني قياده هو توب، اصل كلمه كابيتان وطالعه منه. مالديني اللي لو قلت سنتر باك تفكر فيه، لو قلت ليفت باك هو برده. مالديني اللي قلت ايطاليا تفتكره على طول هو رقم 3. كيليني اللي كنت بحكي لك عليه في الحلقه لو منعوا حاجه واحده من ارتداء رقم 3 مع منتخب ايطاليا هو كان مالديني. مالديني اللي لو سبت كل ده ومسكت كلمه وفاء مش هتعرف تجيب غير مالديني. 25 موسم مع ميلان من الاكاديميه، بابا كان بيلعب هنا وابني كمان بيلعب هنا وكل العيله موجوده مع حضراتكم، حتى هو دلوقتي التكنيكال دايركتور بتاع اي سي ميلان، ده طبعا بجانب يعني النادي اللي هو بيملكه ميامي اف سي في امريكا. احكي لك ايه ولا ايه انا على مالديني؟ احكي لك ايه ولا ايه؟ مالديني يا جماعه الراجل شيك لدرجه ان هو لعب 25 موسم جاب 25 بطوله. شوف مالديني يا جماعه من المدافعين اللي هو كان بيترشح عادي للبالون دور في النص كده، اللي هو ايه لا يعني هنجيب مهاجمين وفي النص مالديني يترشح، ما فس بالبالون دور، ولكن كفايه ترشحك في السنين كمدافع في الحته دي. يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت مزعلاني في تاريخ مالديني انه لم يتوج بولا بطوله مع منتخب ايطاليا، وده من الجيل السيء الحظ جدا اللي ما فس ولا قبل 2006 بكاس العالم ولا لحق طبعا 2020 اليورو اللي قدروا يفوزوا بيه. الراجل بيخسر طبعا فاينل 94 وبيخسر فاينل اليورو وبيخسر كمان فاينل سنه 86 لما كان مع منتخب الشباب، حتى في سنه 90 بيطلع ثالث وما بيفوز باي حاجه يعني تخليه يمثل تاريخه الكبير جدا جدا كمالديني مع المنتخب الايطالي. ولكن براحتك يا باشا، اللي عملته في الميلان واللي عملته في الكره الاوروبيه يخليك مرتاح قاعد في صداره الليسته دي او رقم 2 لحد ما نشوف الزغلول رقم 1. رقم 1 طبعا انت عارف يعني هو قد كده بس مستحيل تنساه، لان يعني لما واحد بيكون بيشوط شوطه بسرعه 169 كيلو في الساعه يعني ما تنفعش تنساه. روبرتو كارلوس رقم، هو ده رقم 3، القرعه دي رقم 3، الشكل ده بالتيشيرت البرازيل او ريال مدريد انت رقم 3. روبرتو كارلوس يعني حتى فيفا لما 2003 جابت هي كانت روبرتو كارلوس الكفر بتاع يعني اول سي دي فيفا اجيبه في حياتي، كنت فرحان بيه وروبرتو كارلوس عاملينه قرع كده، حسيت ان الجيم فيه صغير طبيعي. روبرتو كارلوس مين ما لعبوش يا جماعه في فيفا اصلا مهاجم، وقال لك انت مش قدرات مدافع انت تلعب في الخط الامامي جنب رونالدو. روبرتو كارلوس اللي قصته تبهرك وهو بيبيع حاجات ساقعه في الاستاد الى كونه واحد من اعظم من لمسوا كره القدم في يعني المركز الباك ليفت ده، لو ما كنتش انت حاطه بالنسبه لك رقم 1. مين ينسى روبرتو كارلوس وهو داخل يشوط الفاول بتاع منتخب فرنسا وبتلف الكره ضد الفيزياء وكل عكس الطبيعه وتروح في الجون تخليك يعني لا حول ولا قوه الا بالله. روبرتو كارلوس اللي ريال مدريد بنت معاه ايضا يعني لسته الجالاكتيكوس والنجوم بتاعتها، فكان اكيد روبرتو كارلوس الباك ليفت ده يكون عندنا. ممكن ما تفتكروش قوي مع بالميراس ومع انتر ميلان في التجارب اللي قبل ريال مدريد، ولكن بعد ما بتكون من اعظم لعيبه العالم وانت لسه في سن صغير جدا وياخدك ريال مدريد لمده 11 موسم تحقق فيهم كل حاجه ممكنه من دوريات لدوري الابطال لكاسات لسوبر وتعدي ال 1100 ماتش في مسيرتك الكرويه، فده يا جماعه روبرتو كارلوس. يعني لو اتكلمنا عن روبرتو كارلوس هنفتح في حلقه حدوته، يعني هنرجع لكم بالحواديت، انا فتحت على نفسي حدوته انا كمان، استنونا للميكنج هنعمل يعني فوازير للحدوته اللي جايه. ولكن روبرتو كارلوس يا جماعه سواء في ريال مدريد انتر بالميراس فنربخشه انسي ولا انخي الروسي ده اللي جابوه كمان
عشان يبنوا عليه المشروع اللي فشل عندهم هناك مستحيل يطلع من ذاكرتك. روبرتو كارلوس رقم 3 هو اكيد رقم 1 عندنا في القائمه. وبس رزيعة دي كانت لستتي انا الشخصيه، اللي اول ما بقول 3 بفتكر على طول لعيبه عظيمه لبسوا الرقم ده، ولكن الاختلاف لا يفسد في الود قضيه. قول لي انت شفت مين، كنت من الجيل اللي قبلي فبتتكلم مثلا على ليزارزو، ولا بتتكلم على دينيس ايروين، ولا بتتكلم على الجيل مثلا اللي كان في النص؟ ممكن تقول لي جروسو لبس 3 مع ايطاليا وهو بيفوز بكاس العالم، ممكن تقول لي فرانك ديبور لبس 3 مع برشلونه. المهم تقول لي رايك في الكومنتات اللي بحب اسمعها جدا جدا. احب اسمع رايك ايضا في الحلقه، اعمل لايك لو عجبتك او ما عجبتكش اعمل لايك الحلقه الجايه تعجبك ان شاء الله. اشترك معنا في كل مواقع التواصل الاجتماعي عشان تتفرج على كواليس ما يحدث في البرنامج قبل وبعد. ركز في الستوريز بس ومالكش دعوه. وفي الاخر بفكركم بالراعي الرسمي للحلقات ريكسونا، وكفايه رزع قوي لحد كده. الحدوته اللي جايه عم بحس العب معايا انت كمان، بتاعه لاعب برازيلي حريف عنده شعر صورت معاه وبيحبني جدا وبيننا مسجات وابتديت اكذب، مين هو؟ قولوا له انت يا رزيعه بقى الحدوته اللي جايه عندي.